بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بمعالي الشيخ عبد الله بن سليمان منيع، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بمعالي، ونشكر له تفضله والحقيقة بتلبية الدعوة في هذا البرنامج، وندعو له جزاه الله خيرا على تلبيته. فأهلا ومرحبا بالشيخ عبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا، حييكم تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي أخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حفظكم الله. شيخنا الكريم، نشكر لكم الحقيقة دعوتكم واستجابتكم الحقيقة لهذا البرنامج، فالناس يدعون لكم الشيخ عبد الله. وبداية نذكر أنا وزميلي الشيخ الدرميح بجهود رجال أمننا البواسل الذين يحافظون على أمن هذه البلاد المباركة من الإرهابيين وأهل الشر الذين يريدون النيل من هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، وما تقوم به من خدمات جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. نشكر رجال أمننا البواسل، وندعو لمن استشهد منهم بالفردوس الأعلى من الجنة، فرحمهم الله وأسكنهم الجنة. شيخ عبد الله، هل لكم توجيه بهذه المناسبة ونحن نستقبل معكم هذا اللقاء المبارك؟ شكر الله لكم وبارك فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله أنني أثني بالدعوة كما بدأتموها جزاكم الله خيرا، فيما يتعلق بأبطالنا حماة أمننا واستقرارنا. وفي نفس الأمر أؤكد على هذه العزمات المباركة وهذه الشجاعة التي، والحمد لله، نحن الآن نجني ثمارها، ألا وهي ما قام به رجال أمننا من قائدنا المفدى خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر مسؤول، وكلهم والحمد لله يقومون بواجبهم نحو ما يتعلق بالمحافظة على ما نحن عليه وما نحن فيه من أمن واستقرار ورخاء. وفي نفس الأمر أؤكد لإخواني المشاهدين ولا سيما المواطنين على أن بلادنا وغيرها من البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد مستهدفة استهدافا مع الأسف الشديد، ظهر منه الكثير من الفتن الظاهرة والباطنة، ولكن والحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا والحمد لله فضل من الله. وفي نفس الأمر نحن في الواقع نتابع ما
الاستهدافات السيئة من دعاة السوء ومن دعاة الاضطراب ومن دعاة الشر والعياذ بالله، ولكننا كذلك ننظر ونؤكد ونعتز بوجود حماة لهذه البلاد يبذلون الشيء الكثير في سبيل رعاية هذه البلاد. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونؤكد على أن كل مواطن مسؤول عن قدر ما يستطيعه في سبيل التعاون مع ولاة أمورنا، فولاة أمورنا مهتمون اهتماما بالغا فيما يتعلق ببلادنا وأمنها واستقرارها والمحافظة على ثوابتها، ولا سيما الثوابت الشرعية فيما يتعلق مما يحبه الله ويرضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من توفيق ولاتنا. آمين. وفي نفس الأمر كذلك نحن في الواقع نؤكد على أن كل مواطن مسؤول عما يتعلق بالأمن والاستقرار والرخاء والهدوء والبعد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب الشر ومن أسباب الفتن ومن أسباب الاضطرابات. نحن في الواقع على كل حال يعني نؤكد على الرسول، نؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فكل واحد مسؤول قادر استطاعته عما يتعلق ببلاده والمحافظة عليها والنظر في جميع ما يمكن أن يكون سببا من أسباب إبعاد الشر. وفي نفس الأمر كذلك التعاون حينما يعلم أي مواطن عن أي ثغرة من الثغرات المستهدفة لأمن بلادنا، فلا شك أنه أن عليه مسؤولية التعاون في إبلاغ أو في أي شيء من شأنها أن يكون سببا من أسباب كشف أسباب الشر. فينبغي لنا يا إخواننا، ينبغي لنا أن نستشعر مسؤوليتنا وأن ندرك أن المسؤولية ليست خاصة بولاة أمورنا، بل هم قائمون بذلك، ولكن يجب التعاون معهم، لأن النتيجة هي في الواقع راجعة إلى الجميع. فعلينا أن نستشعر هذا الشيء، وأن نعرف بأننا مع الأسف الشديد في وقت مغاير للوقت السابق الذي كان الناس فيه على هدى وعلى استقامة وعلى صلاح. وأنا أقول هذا القول، لا أقول بأننا على غير هدى، بل ونحن والحمد لله على هدى، ولكننا ننظر إلى جهات سيئة وجهات تريد الشر وتريد الفتن وتريد كما نشاهد يمينا ويسارا. فعلينا أن يستشعر كل واحد منا مسؤوليته، وأن يتعاون مع ولاة أمورنا في جميع ما يتعلق بأي شأن من شؤون الكشف عن أسباب الشر وعن أسباب الفتن، حتى يكون ذلك سببا من أسباب والحمد لله عزمات ولاة أمورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحمي ولاة أمورنا على وجه العموم، وكذلك جنودنا البواسل الذين هم في الواقع يبذلون دماءهم ويبذلون جميع ما يتعلق بأي نفيس لديهم في سبيل حماية هذه البلاد. والحمد لله الآثار والحمد لله جيدة، ونحن حينما نستعرض جميع المحاولات السيئة لا نجد محاولة واحدة نجحت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنحن في الواقع نرى أن ولاة أمورنا في جميع ما يتعلق فيما مما يحبه الله ويرضاه يبذلون الشيء الكثير في سبيل تحقيق ذلك، وفي سبيل الحفاظ على ثوابتنا فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، الجوانب الدينية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الأخلاقية. كل ذلك والحمد لله يقومون به، وهم يستشعرون
يتولون مسؤوليتهم عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من التوفيق والسداد، وأؤكد على إخواني مواطني هذه البلاد خاصة وغيرهم من إخواننا المسلمين الذين يستشعرون بأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وساء، يجب علينا أن نتأكد وأن نستشعر بضرورة التعاون مع ولاة الأمور في كل ما من شأنه أن يكبت الشر ويخمد الفتن، والله المستعان. جزاك الله خير على هذه المقدمة الضافية، الذي أرجو أن تجد آذانا صاغية وقلوبا شاهدة. شيخ عبد الله، شيخ عبد الله، هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية تميزت ولله الحمد بترابطها وتلاحمها ووحدة صفها واجتماع كلمتها والالتفاف حول ولاة أمرها، هذا نغبط عليه شيخ عبد الله، ذلك مفضل، وأيضا كذلك التعاون مع ولاة الأمر كما ذكرتم في بداية الحديث، لكم جزاكم الله خير، هذا شيء مطلوب من الجميع. الأب مع أولاده، المدرس مع تلاميذه، العالم مع طلابه في حلقاته، لعل لكم أيضا إضافة حول ذلك. والله في الواقع لا شك أننا في الواقع والحمد لله لحمة واحدة، وفي نفس الأمر نحن في الواقع يعني ندين بدين الإسلام، دين الأخوة ودين المحبة ودين المودة، وفي نفس الأمر والحمد لله هذه الأمور كلها في الواقع تم ينبني أمرها وأمر نتائجها على الإخلاص في الأداء، وهذا والحمد لله موجود أولا في قادتنا في مليكنا المفدى. نحن نجد في كل مناسبة حديثه حفظه الله فيما يتعلق بالعناية بالدين، بأن الدين وجميع ما يتعلق بمقتضياته، وديننا والحمد لله دين ليس خاصا بالمساجد، وإنما هو دين شامل ومحقق للسعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وولاتنا رحمهم الله جزاهم الله خيرا وأثابهم وأجزل مثوبتهم، هم في الواقع دائما يتحدثون بأن عزتنا ورفعتنا وسعادتنا وأمننا واستقرارنا هو في المحافظة على هذه الثوابت التي تدعو إلى مثل هذا الشيء. فنحن والحمد لله نرتبط الارتباط الكامل بأن الله من علينا بولاية فيها والحمد لله الخير، وولاة منا ومن أبناء جلدتنا والحمد لله، فهذا والحمد لله فضل عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالشكر، وأن يمن علينا بأن نصرف ما نحن فيه من نعم عظيمة أن نصرفه فيما يحبه الله ويرضاه، فلا شك أننا والحمد لله مربوطون. وفي نفس الأمر كذلك نحن وولاتنا يستشعرون بأن هذه البلاد هي المركز الإسلامي للبلاد الإسلامية، الحمد لله. فيها حرم الله، بيت الله، وفيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أرضها نزل الوحي، والحمد لله فهي مهابط الوحي في مجموعة كبيرة من أراضيها. فبناء على هذا فالمسلمون ينظرون إلى بلادنا نظرة اعتزاز ونظرة رفعة ونظرة إيثار، فهذا والحمد لله جعلنا أول جعل أولادنا يستشعرون بواجبهم ويستشعرون بمسؤوليتهم ويستشعرون بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، ومن عليهم بالولاية التي من شأنها أن تكون سببا من أسباب سعادة هذه الديار التي هي مهبط الوحي، التي هي المركز الرئيسي للبلاد الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد، وأن يمن على ولاتنا بالعون والتوفيق والسداد
السداد والسعادة وجميع ما يصلون به لأهدافهم من كل سبب من أسباب ذلك، حفظكم الله. ونحن أيضا نثني على كلامكم وندعو لخادم الحرمين الشريفين مليكنا الصالح الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا وزادهم توفيقا وسدادا. شكرا لكم الشيخ عبد الله. أسئلة كثيرة وصلت باسمكم الشيخ عبد الله، نستأذنكم فيها. حفظكم الله، تفضل. الله يرضى عليك. هذه أخت سائلة تقول: الشيخ عبد الله منيا، ما هي الأعمال التي تصل الميت وتخفف من وحشته في القبر؟ الحمد لله. أولا، الميت إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ذكر صلى الله عليه وسلم بأن من الأعمال التي يصل ثوابها وأجرها إلى الميت ما يتأثر الصدقة والدعاء والاستغفار للميت، وفي نفس الأمر كذلك ما يتعلق بالحج وبالعمرة، كل ذلك من الأعمال التي تصل إلى الميت. ومجموعة من أهل العلم يقولون بأن كل قربة فعلها المؤمن ونوى بثوابها إلى قريبه، سواء كان ذلك أمه أو أباه أو زوجته أو أي قريب من أقربائه، فعلى كل حال فإن شاء الله تعالى إنه يصل. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وطالما أن هذه الأعمال التي جاءت النصوص بوجود الثواب إليها، وهي الصدقة والحج والعمرة وغيرها من الأعمال، لا شك أن هذا والحمد لله كذلك يقاس عليه في وصول الثواب إلى الميت فيما يتعلق لو مثلا قرأ القرآن وختم القرآن ثم اتجه إلى ربه وقال: اللهم اجعل ثواب هذا لي ولوالدي أو لأمي أو لأبي أو لأي قريب من أقربائه. والله في الواقع على كل حال يعني نفس النصوص الكثيرة تدل على جواز ذلك، وهذا والحمد لله يعني من الأمور، كل قربة من القربات. مثلا يطوف ثم بعد طوافه يقول: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لي ولوالدي، ونحو ذلك. والحمد لله الباب واسع والخير كثير، وعلينا أن نخلص فيما يتعلق بالوفاء وبكذلك يعني الدعاء لموتانا بالخير والنفع والسعادة، والله المستعان. إذن يعني الشيخ عبد الله، إهداء ثواب الأعمال للميت؟ والله نعم يصف. نعم، الذي يظهر والله أعلم أن طيب الميت الآن من يحج عنه، أليس في هذا الحج ثواب؟ بلى. ومع ذلك يصل إلى الميت. العمرة نفس الشيء، الصدقة نفس الشيء، الاستغفار للميت نفس الشيء. فإذا نقول كل نفس قول بعض أهل العلم، كل قربة يفعلها المؤمن وينوي ثوابها إلى قريبه وصل ذلك إليه، فالحمد لله. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم رحمهم الله، وغيرهما من المحققين من أهل العلم. يسأل أبو ناصر الشيخ عبد الله: وأسئلة كثيرة الحقيقة، نستعرض بعضها بعد قليل. هل الإنسان مخير أم مسير؟ هو في الواقع لا نقول مخير ولا مسير. أولا، ما يتعلق بالتسيير، فالله سبحانه وتعالى كتب على ابن آدم جميع ما يتعلق في ما يقوم به في أعمال حياته، ولكنه لا يدري ما هو، هل هو اتجاهه حينما يتجه. الله أعطاه عقل، هذا العقل الذي أعطاه إياه عنده القدرة على أن يميز بين
الخير والشر وبين الضرر والنفع. هذا طالما أن عنده كذلك عنده هذا المعيار وهذا الإدراك، فيعني فالقول بأنه مخير يعني في الواقع لا نقول بأنه مخير مطلقا ولا نقول بأنه مشير مطلقا، وإنما الأمر هو أن له القدرة على أن يختار ما يختار، وما يختاره هو ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وهو في الواقع لا يقول كما يقول القدرية أو يقول المرجئة أو الجهمية أو المعتزلة أو نحو ذلك ممن في الواقع يعني صار عندهم الضلال الكبير في سبيل اعتقادي أنه هل هو مخير أو مسير، بل نقول بأنه قادر على أن يختار ما يختاره، ولكن الذي يختاره هو ما قدره الله، وهو لا يعلم ما قدره الله حتى يقول أنا والله الحقيقة ودي أني أتجه لطريق السعادة ولكن مقدر علي طريق الشقاوة. نقول هل تعرف ذلك؟ لا تعرف شيئا من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعطاك عقل، وهذا العقل يهيئ لك ويبين لك أن هذا الطريق هو طريق السعادة، هذا الطريق هو طريق الغواية والضلال، وهو في الواقع يستطيع أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق، وما يختاره هو ما شاء الله سبحانه ما شاءه الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ عبد الله، هذا السائل يقول بأنه معاق وفي أطرافه صناعية في رجليه، هل يجوز أداء العمرة بجزمة عزكم الله حيث أنني لا أستطيع المشي؟ نعم يجوز له ذلك. الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فانتهوا. فوالله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة صل قائما، لا يخفى بأن القيام في الصلاة هو أحد أركان الإسلام، ولكن إن لم يستطع فيسقط هذا الوجوب. ويقول صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع مستلقيا وتومئ إيماء. طيب. فهذا في الواقع على كل حال يدل على أن والنصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فنقول لأخينا إن كنت مستطيعا القيام فيجب عليك ذلك، إن كنت لا تستطيع فصلي قاعدا، إن كنت لا تستطيع أن تصلي قاعدا فصلي على جنبك أو مستلقيا. يسأل يا شيخ عن تعزية أهل الميت في المسجد قبل الدفن. الله لا يظهر في ذلك مانع، ليس وقت التعزية ومن، لكن على كل حال يعني درج الناس، وفي نفس الأمر المشيعون للميت حينما ينتهي بعد ذلك يتجهون إلى أقربائه ويعزونهم ويدعون لميتهم بالمغفرة والرحمة ويدعون لهم بالصبر والسلوان، كل ذلك من الأمور الشرعية والحمد لله. أحسن الله إليكم. ما زلنا نعرض هذه الأسئلة وما يردنا من أسئلة نصية على معالي الشيخ عبد الله المنيح حفظه الله المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. الشيخ عبد الله، الأخت السائلة تقول أرجو من الشيخ عبد الله المنيح أن يبين لي عن التفريق بين الأبناء والبنات، حيث أن والدي يكرهني لأنني فاتني قطار الزواج جزاكم الله خيرا. أولا الزواج وما يتعلق به هذا في الواقع راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الميسر. والعامة تتحدث عن مثل تقول المزوج في السماء، نعم، الذي هو الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. فأختنا طالما أنها الآن لم تتزوج أو فاتها القطار أو نحو ذلك، على كل حال نفس الآن ربنا سبحانه وتعالى موجود
وسميع عليم والرحمن الرحيم، فيجب عليها أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى في سجودها وفي أوقات الإجابة، تدعو الله أن الله يمن عليها بزوج تسعد به ويسعد بها. وأما مسألة أن الأب يفاضل بين أولاده بين الذكور والإناث فهذا غلط منه، بل يجب عليه أن يعنى بأولاده ذكورا وإناثا وأن يعنى بهم وبتربيتهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأجب على الوالد أن يعنى بأولاده العناية التامة من حيث تربيتهم، أمرهم بالمعروف النهي عن المنكر، مساعدتهم في شؤون أمورهم على قدر استطاعته. فعلى كل حال لا شك أن الوالد عليه واجبات، وكذلك الأولاد أنفسهم من ذكور وإناث عليهم واجبات تجاه أهاليهم. أحسن الله إليكم الشيخ. يده اليمنى هذا السائل يقول إن مكسورة من المفصل، ما يستطيع الوضوء يا شيخ عبد الله أو السجود والركوع، كيف يصلي مع الوضوء؟ والله طالما أنه لا يستطيع أن يركع أو يسجد أو نحو ذلك، فعلى كل حال فيمكن أن يومئ إيماء، يصلي قاعدا إن لم يستطع يكون واقفا، وفي نفس الأمر كذلك يومئ إيماء بركوعه وسجوده، يومئ بركوعه ويومئ بسجوده إيماء أكثر من إيمائه في ركوعه. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عنده يقول زكاة هذا السائل، وولد أختي عليه دين ولا يعمل يا شيخ ولا أي مصدر رزق إلا الوالد والوالدة، هل أعطيه من زكاتي مالي؟ نعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعطيه من زكاة ماله لعلى كل حال القيام بشؤونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك، وفي نفس الأمر كذلك يساعده على قضاء دينه وكل ذلك. والحمد لله الزكاة ما شرعت إلا للفقراء والمساكين ومن هم في حاجة من أبناء السبيل وغارمين وفي الرقاب إلى آخره. بعض الأولاد الكبار يا شيخ يؤخرون توزيع التركة على البنات وبقية الأولاد، ما رأي الشيخ يقول في ذلك؟ والله في الواقع مع الأسف الشديد هذه مشكلة اجتماعية. نعم. ومع الأسف الشديد بعض القائمين على التركات وإن كانوا من المستحقين فيها، لكنهم في الواقع يتعمدون تأخير الزكاة التركات، يتعمدون تأخير توزيعها، مع أن الحق الآن وصل إلى الورثة أنفسهم، ليس للمتوفى الآن شيء، يعني تفنى ذمته وتنتهي ولا عاد يملك شيء، فإنما بمجرد ما يموت الميت تنتقل جميع أمواله إلى ورثته بعد إنفاذ الوصية وما يتعلق بما يعني وسداد ما عليه من ديون، سواء كانت ديون خاصة أو ديون عامة. وأما هذا فينبغي أن يكون هناك يعني أن يكون هناك رعاية لأحوالهم أنفسهم. ممكن أعرف إن واحدة يعني يتصدق عليها ومال أبيها بالملايين، لكن تسلط عليها بعض الورثة على اعتبار يعني احتياجات واهية، نقول نريد أن ننمي هذا المال. كيف تنمي هذا المال وواحدة من ملاك هذا المال في حال من الفقر وفي حال من العوز تعطى الزكاة ومالها موجود؟ فهذا يعتبر على كل حال يعني ظلم، وظلم ممن يقف دون إيصال الحقوق إلى أهلها. أم نوف الشيخ عبد الله تقول: ما حكم زيادة عدد أشواط الطواف احتياطا؟ والله أما احتياط إذا كان عندها شك
والله أنها طافت سبعة أشواط، ولكنها تقول والله أني ما أدري، الظاهر ما أدري هل يكون سبعة أو ستة ونحو ذلك، فكونها تأخذ يعني بالاحتياط وتأتي بشوط احتياطي لا بأس بذلك. وإنما الممنوع هو أن تقول والله سبعة أنا نشيطة أبجيب لي ثلاثة اثنين كذا إلى، نقول هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل يجب علينا. طيب لو كان واحد الآن يقول والله أنا نشيط في الصلاة والظهر بغي أربع ركعات أبجيب بعد كذلك ركعتين ولا ثلاث ركعات زيادة، هل يصح؟ الصلاة باطلة. فلا بد من الأخذ بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وتحديده. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لجمع أو القصر في السفر، ما الضابط في ذلك يا شيخ؟ إذا كان الإنسان سيستمر أيام وشهور في سفره، هل يجمع ويقصر؟ والله أولا المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. نعم الشيخ. ولا يخفى بأن الصلاة لها وقت محدد، فإذا صلي إذا أديت الصلاة قبل وقتها فلا تعتبر مسقطة للوجوب الذي على المسلم، وإذا خرج وقتها فكذلك. فيعني فوقت الصلاة محدد بوقت معين، فلا بد من هذا. نفس الآن ما يتعلق الآن برخص السفر، رخص السفر فيها شيء من التجاوز، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمة بهم في أحوال أسفارهم. ففيها تجمع الظهر مع العصر، بمعنى أنك إن كان جمعك جمع تقديم فمعنى هذا أنك تصلي العصر قبل الظهر، يعني قبل مو قبل الظهر قبل وقت العصر، وكذلك فيما يتعلق بالمغرب والعشاء. وبناء على هذا فينبغي العناية والاهتمام في نفس الأمر. اختلف العلماء رحمهم الله، فبعضهم قال إن السفر هو ما أحوج الزاد وراحلة، سواء كان ذلك بمسافة يعني محددة أو مسافة غير محددة، وبعضهم قال 18 يوما، وبعضهم قال دون ذلك، وبعضهم هو الذي عليه المذهب عند الحنابلة وعليه جمع من المحققين من أصحاب الحنابلة، وكل علماء المذاهب أصحاب لنا، لا نقول بأن أصحابنا هو الحنابلة وكذا، بل جميع علماء المسلمين ومن المذاهب المعتبرة لدى المحققين من أهل العلم كلهم في الواقع أصحابنا. ونقول بأنهم في الواقع اختلفوا، لكن الاحتياط في العبادة ينبغي أن يبذل، وأرى أن الاحتياط هو ما عليه الحنابلة في أنهم قالوا في أنهم حددوا المدة في بقاء أو في إقامة المسافر في بلد معين، قالوا 4 أيام. فإن كان عازما على الإقامة في هذا البلد المسافر إليه أكثر من 4 أيام، فيتعين عليه أن لا يأخذ برخص السفر، سواء كان جمعا أو قصرا أو فطرا في رمضان أو مسحا على الخفين، كل ذلك في الواقع يعني. وأنا أذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان رحمة الله عليه في الواقع كان يقول بأن السفر ما أحوج زادا وراحلة، ولا يشترط مسافة معينة ولا مدة معينة. ثم بعد ذلك رجع قبل وفاته بسنتين أو 3 سنوات عن هذا القول، ورجع إلى قول إلى المذهب الحنبلي. سألته رحمة الله عليه مباشرة وقلت يا شيخنا أن نحن نعرف عنك بأنك ترى بأن السفر ما كان محويا لزاد وراحلة دون التقيد بزمن ولا مسافة معينة. قال والله كنت أقول بذلك، ولكني تأملت ونظرت وظهر لي أن المذهب الحنبلي في اعتبار 4 أيام هو أكثر احتياطا، والعبادة هي
يجب علينا أن نحتاط لها طالما أننا والحمد لله في حال من الاستعداد لأخذ هذا لأداء هذه العبادات. فعلى كل حال فالأخذ بالمذهب الحنبلي هو في الواقع ما يستطيع أحد يقول لا والله ذا يعني في ما يعني جميع أهل العلم كلهم يقولون بأن من أخذ بأربعة أيام فقد أخذ بما نحن عليه مجمعون، لكن الخلاف في من أخذ بعشرة أيام، من أخذ بخمسة عشر يوم، من أخذ بشهر 12 يوم، من أخذ بمدة دون محددة دون طالما أنه مسافر. فكل ذلك ممكن أن يلاحظ على هذه الأقوال، لكن لا يلاحظ على الأخذ بأربعة أيام. فلعل هذا أكثر احتياطا. وعلى كل حال إخواننا الذين يرون غير ذلك هم والحمد لله ما يرون إلا ولديهم مستند، إما أن يكون مستندا نصا أو أن يكون على سبيل الجملة وعلى سبيل الاستدلال والاستنتاج والاجتهاد. جزاك الله خير شيخ عبد الله. شخص يعني مثلا سافر للشرقية وأخذ برخص السفر القصر والجمع ثلاثة أيام يا شيخ، هل يكون وافق السنة؟ نعم والله والله الحمد وافق السنة، ولا يعترض عليه في هذا. ما يقال والله بأنك الآن أخطأت في كذا، لا أبدا، اقتصر على أربعة أيام، وجميع المذاهب كلها متفقة على أن من على كل حال اقتصر على أربعة أيام فلا يعترض عليه. ولكن ممكن أن يقال أنت أخذت بما على كل حال فيه شيء من الضيق، لكن فيه سعة في مذهب كذا ودليله هذا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول بعض أصحابه أو نحو ذلك. لكن هذا القول هو أكثر احتياطا، وقد عبر شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه لي في هذا حينما سألته، قال وجدت أن هذا هو الأكثر احتياطا في العبادة. ما شاء الله، رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز، الله تعالى والجنة. شيخ عبد الله، هذا شخص يقول إني أصوم يوم وأفطر يوم وأستخدم الفرشاة نظرا لحاجتي لها والمعجون في صيامي في النهار. والله على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فحينما يأخذ هذا المعجون ويفرش أسنانه بها قد يصل إلى حلقه شيء من ذلك. وبناء على هذا فالذي أرى أن يعني الابتعاد عن فرش الأسنان والرجل والإنسان صائم وعلى كل حال يعني خطر ويعتبر شبهة، والابتعاد عن الشبهة ما في شك أنه أنقى وأتقى. فضيلة الشيخ عبد الله منيع بارك الله فيك، أموال الورثة إذا استلمها أصحابها هل عليها زكاة؟ نعم عليها. أول ما هنا الأموال تنقسم إلى أموال زكوية وأموال غير زكوية. فإذا كانت نقود فهي في الواقع تجب فيها الزكاة. لكن إذا كانت التركة بيد واحد يدعي بأنه هو أكبرهم وأصلحهم ولكنه لا يوزعها، ما تارك لها سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، ونحن نشاهد بعض من خلفوا أموال بعض أولادهم يعني تمضي السنة والسنتين والثلاث والأربع دون أن توزع تركاتهم، وهذا في الواقع يعتبر خطأ. ولكن المستحق للزكاة وهو في هذه الحال من الورثة الذين منعوا من الوصول إلى استحقاقاتهم لا تجب عليهم الزكاة في ذلك، لأن أموالهم في يد مماطل. طيب. مماطل، والمماطل أهل العلم قالوا بأن المماطل والمعسر إذا
كان في ذمته حقوق للآخرين، حقوق مالية زكوية، فالزكاة ساقطة حتى يقبضوا ذلك، لأنهم غير منتفعين بأموالهم بهذه الحال. شيخ عبد الله، هل من الواجب إذا ذكر أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن نقول رضي الله عنه، أو ذلك سنة؟ والله الله سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلمة رضي الله عنهم، وهي في الواقع على كل حال صار الاصطلاح العلمي على أن رضي الله عنهم يعني يختص بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ممن ليس له صحبة يقال رحمه الله، غفر الله له، ونحو ذلك. ليلة الجمعة أو فجر الجمعة فضيلة الشيخ، لنا إمام يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ينصفها نصفين. على كل حال الحمد لله، طالما أن يعني الآن هو المسنون والمشروع على سبيل الاستحباب أن يقرأها في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الدهر في الركعة الثانية، لكن إن فعل هذا فله الحمد لله يعني الأجر، لأنه قرأ السجدة في فجر يوم الجمعة. ولكن الذي يقرأ السجدة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الدهر في الركعة الثانية أفضل وأتم أجر من الذي نصفها. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم يا شيخ. هذا أحد الإخوة يقول: كم بين العمرة والعمرة؟ والله الذي يظهر وأفتي به على أنه ليس بينهما وقت، بل على كل حال عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قارنة، وفي نفس الأمر حينما أتمت حجها وانتهى بعد ذلك طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في العمرة فأذن لها. وفي نفس الأمر كم بين الآن بين العمرة التي أدتها بناء على إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجها؟ ليس بينه ولا ساعات أو أقل، لأنها بمجرد ما انتهت من أعمال عمرتها نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحصب الذي هو العدل في مكة. فعلى كل حال فليس بينهما شيء. والقول بأنه ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة أسبوع، 10 أيام، 40 يوم، كل ذلك لا أرى له مستند، بل على كل حال إذا أدى العمرة فلا بأس. لو قال والله أنا الآن مجموعة من الحجاج والمعتمرين يأتون إلى مكة ويقول أنا بذلت الشيء الكثير، أنا على كل حال وأنا جاسم في هذا أحب أني مثلا أعتمر لوالدتي ولأبي ولعمي ولخالي ولزوجتي ولابني وإلى آخره، يقول والله بعتمر لي كل يومين 3 أيام عمرة في لأمي واحدة لأبي واحدة ونحو ذلك، والله أنا لا يظهر لي في ذلك بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إمام المسجد يا شيخ إذا حصل له خلل أو اكتشف أنه على غير وضوء وهو في الصلاة فصلى بهم يا فضيلة الشيخ، ماذا يلزمه وماذا يلزم الجماعة؟ والله إذا لم يعلم الجماعة بالخلل الذي ألم به أو كان به سابقا ولكنه ذكره في صلاته وفي نفس الأمر استمر، فعلى كل حال المأمومين لا يعلمون، أما لو كانوا يعلمون فعلى كل حال ينبغي أنهم على كل حال يعني ينوب عن واحد منهم ويكمل الصلاة. أما إذا كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وأما هو فيجب عليه أن يعيد صلاته. جزاك الله خير يا شيخ. هذا يقول: أخرج زكاة الفطر عن أبي وهو متوفى بنية الصدقة، هل فيها شيء؟ حمد بنية الصدقة، لكن ليس بنية أنها زكاة فطر، زكاة الفطر على الحي وليست على الميت،
وكون يخرجها صدقة جزاه الله خيرا، أو أخرج قدر زكاة الفطر أو أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى يثاب على ذلك. لكن قوله والله أنا أخرج زكاة الفطر عن أبي، فنقول لا، هذا يعتبر من الأمور المبتدعة. ما على كل ميت انتهى، انقطع عمله وانقطعت أحواله، ولا عاد يستطيع أن ينقطع عمله إلا من الثلاث الذي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. سائل آخر يقول: يا شيخ، من حلف أن لا يأخذ شيء وأجبر فأخذ، ماذا يلزمه؟ الله، في الواقع إذا أجبر إجبار، يعني إن كان والله إجبار معنوي أدبي، هو يستطيع أن يتخلص، وإن فعل شيئا يعتبر حنثا في يمينه فعليه كفارة اليمين. هل يجوز يا شيخ عبد الله الوضوء من غسل الجنابة يكتفى في الوضوء، أم لا بد من يعني التروش والتسبح؟ أولا، من المعلوم بأن الجنابة هي في الواقع حدث أكبر. نعم. والحدث الأكبر التطهر منه الاغتسال. نعم. مجموعة من أهل العلم قالوا بأنه إذا اغتسل ناوي الرفع حدثه الأكبر فيرتفع بذلك حدثه الأصغر، وتكفي هذا الاغتسال عن وضوءه. وإن أتى بالوضوء على النحو الذي وصف صلى الله عليه وسلم، يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يغتسل عن الجنابة، فهذا أفضل وأتم. وفي نفس الأمر ممكن كذلك أن نقول: من اغتسل ليوم الجمعة، نعم، ليس لرفع حدث، فيقال هل يكفي كذلك عن رفع الحدث الأصغر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه باغتساله لم ينوي رفع حدث الأكبر، وإنما هو للاستحباب، فإذا لا بد أن يتوضأ. وأما من كان مغتسلا لرفع الحدث الأكبر فيكفيه ذلك عن رفع الحدثين الأصغر والأكبر. شخصان شيخ بينهما خصام، وكان على علاقة طيبة في بداية حياتهما حتى وصلوا إلى 40 من العمر، فحدثت مشكلة فضيلة الشيخ فهجر كل منهم الآخر. يقول أحدهم بأنني أتصل عليه للمسامحة والعفو والصفح، ولكنه لا يرد، أخشى أن أفارق الحياة وأنا على هذه الخلاف. نقول لهذا السائل الذي بذل مجهوده في سبيل المصالحة بينه وبين أخيه، ولكن أخاه لم يكن منه استجابة لذلك، فهو الحمد لله قد أبرأ ذمته من القطيعة، والإثم الكامل بعد ذلك على أخيه المقاطع. أحسن الله إليكم. الزوج يقول: اعتمرت أنا وزوجتي قبل السنة، ولكن زوجتي لبست النقاب نسيانا منها، ماذا عليها؟ لا شيء عليها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: بالنسبة لماذا ربط الصبر بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة؟ الحمد لله، يعني هو في الواقع نفس الآن الاستعانة بالصبر والصلاة، ليس الصبر هو الصلاة أو نحو ذلك، بل على كل حال الاستعانة بأمرين: الأمر الأول هو الصبر، والأمر الثاني الصلاة. فالصبر أولا فيه على كل حال يعني تحمل آثار المشكلة التي عنده وتحتاج إلى صبر، وفي نفس الأمر الصلاة والحمد لله فيها الخير، حينما تناجي رب العالمين تكبره وتعظمه وتمجده وتسأله وتدعوه وتقرأ كتابه. وهذا لا شك أن الإنسان حينما يكون عنده احتساب وإدراك وشعور بهذه الآثار وبهذه المعاني هذه المعاني التي
هي في الواقع يعني هي من روح الصلاة ومن مقتضيات أدائها. لا شك أن هذا في الواقع يجعل الإنسان ينسى جميع همومه ومشاكله في سبيل مناجاة رب العالمين. وبناء على هذا فهذا يعتبر علاج من علاج المشاكل التي تقع الإنسان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أحسن الله إليكم شيخ، الصلاة بالوضوء أكثر من فرض؟ أبدا، جائزة حتى ينتقض وضوءه ما شاء الله، سواء كان فرضا أو كان نافلة أو كان كذلك لتلاوة كتاب الله، فهذا كل حتى لو كان رافعا حدثه بالتيمم، فنقول كذلك هذا التيمم طالما أنه لم تنتقض طهارته فهو في الواقع على كل حال الحمد لله يعني ميسر له أن يصلي الوقت والوقتين وتلاوة القرآن والنوافل حتى ينتقض وضوءه. أحسن الله إليكم، صلاة الليل مثنى مثنى، بعض الإخوة يا شيخ يصلي أربعا ويوتر بواحدة، ما رأيكم في ذلك؟ يصلي أربع ركعتين بسلام واحد كذلك الحمد لله، يعني هذا في الواقع فعل ما الأولى غيره، وهو أن يصلي ركعتين ركعتين لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فعلى كل حال لكن إن صلى أربع ركعات بسلام واحد فهذا جائز، وإن صلاها بسلامين فهذا أفضل وأتم وأكمل. ما شاء الله يا شيخ عبد الله، هذا يقول بأنه رجل في الستين من عمره وعنده عملية في رجله ووزنه زايد فوق 100، هل يصلي على الكرسي والأفضل في ذلك؟ والله نعم، إذا كان إنه عاجز عن السجود أو عن الركوع فالحمد لله صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. يسأل يا شيخ، بعض الكراسي يقول في المسجد تكون متقدمة وبعضها تكون متأخرة، ما الضابط يا شيخ بالكراسي الذين يصلون عليها؟ والله على كل حال الضابط في ذلك هو أن تكون معتدلة في الصف، لا متقدمة ولا متأخرة وإنما هي معتدلة. وفي نفس الأمر بعض المساجد لها تكايات، ممكن لو جعل الكرسي فوق التكاية يعني يمكن أنه يعتدل مع الصف. جزاك الله خير. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج أو الرسائل النصية، الحقيقة نرجو منهم أن يكتبوا الأسئلة مختصرة، لأن بعض الإخوة يكتب رسالة طويلة لا نستطيع الحقيقة أن نقرأها على الشيخ. حفظكم الله، هذا وجه السؤال لمعاليكم الشيخ عبد الله، يقول بأنه يسكن بمدينة الأحساء ويرجع إلى أهله بالدمام الشيخ عبد الله في نهاية الأسبوع، كم يوم يقول أقصر بالصلاة وما هي الأيام مأجورين؟ والله الذي الآن عليه الفتوى على أساس أنه إذا كان يجلس في الدمام أربعة أيام ولكن مستقر عائلته في الأحساء، فإذا وصل الدمام وكان مكثه أربعة أيام فأقل فله حق الترخص برخص السفر، جمع تقديم جمع تأخير، قصر الصلاة الرباعية ونحو ذلك. يسأل يا شيخ، يقول بعض الناس يكثر على نفسه أو يلزم نفسه بالنذور ثم لا يستطيع أن يفي بها. والله هذا على كل حال يجب عليه الكفارات المتعددة إذا كانت هذه الأيمان لمواضيع متعددة، ما هو مثلا يحلف مرتين ثلاث مرات أربع مرات إنه ما يدخل السوق، فنقول ادخل السوق وعليك كفارة واحدة. لكن لو حلف قال والله ما أدخل السوق ولا أروح لفلان ولا أسوي كذا، يعني أيمان لمواضيع متعددة، فيجب لكل يمين كفارة مستقلة في حال الحلف. أبو عبد الله يقول الشيخ عبد الله منيح حفظكم الله، أفضل كتاب يقرأ بعد العصر على الجماعة في الصلاة بعد صلاة العصر؟
والله الواقع رياض الصالحين كتاب جامع للأحكام والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والأخلاق وجميع يعني مجموعة كبيرة. النووي رحمه الله يعني وفق في هذا الكتاب. فرياض الصالحين يعتبر من أحسن الكتب التي تقرأ على جماعة المسجد، لأن جماعة المسجد كذلك غالبهم عوام، صحيح، وهم في حاجة إلى تذكير، وفي حاجة إلى ما يعني يجعلهم على جانب من على كل حال يعني العلم الذي يعتبر ضرورة من ضرورات كل مسلم. الشيخ عبد الله جزاك الله خير، حدثنا عن هذا الإمام العالم الإمام النووي، نبذة عن شيء من حياته. هو رحمه الله إمام محدث وفقيه، فله كتابه أول ما هنا له شرح صحيح مسلم، شرحه شرحا جيدا، له كتاب رياض الصالحين، له الأذكار النووية، له كذلك المجموع، والمجموع هذا يعتبر من يعني أكبر مصادر الفقه الشافعي، وهو في الواقع قريب كذلك من المغني لموفق الدين بن قدامة رحمة الله عليهم، فهو في الواقع أشبه ما يكون بفقه مقارن بين المذاهب الأربعة. يقول اشرحوا لي حديث يا شيخ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى هذا والله أعلم، يعني بعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث على عمومه، نعم، وقال إنه واجب. ونذكر الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، كان يرى وجوب الاغتسال على كل مصلي جمعة، فيعني هذا. وبعض أهل العلم، وهذا هو الأكثر وأكثر شيوع وأكثر جمهور من العلماء أخذوا به، على أن ذلك من باب الترغيب ومن باب الحظ على العناية بهذا الشيء، فكأن المقصود بالوجوب هنا هو الاستحباب المؤكد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للشخص الذي أخذ عمره، هل عليه طواف وداع للعمرة؟ الذي عليه جمع من أهل العلم على أن العمرة لا طواف للوداع معها، لأن الآن واجبات العمرة أول ما هنا أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي ثلاثة، وواجب هذه الأركان، والواجبات واجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وواجبات الحج سبعة منها طواف الوداع. فإذا طواف الوداع قال به بعض أهل العلم، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه غير واجب، ويحتجون بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهدكم بالبيت، ولم يكن قال ذلك في الحج، ولم يقل ذلك في العمرة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرتين مستقلة، ثلاث عمر مستقلة. في الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. يقول لو المرأة فقط يعني أرضعت الطفل حول واحد يا شيخ، هل يجزئها ذلك؟ معنى حولين كاملين يعني أعلى مدة. نعم. لكن حينما تفطم ولدها لسنة أو أقل من سنة أو أكثر من سنة بحيث أنه لا يتجاوز الحولين فلا بأس بذلك، ولكن التحديد بالحولين هو تحديد بأعلى مدة. أحسن الله إليك. اختيار الأسماء الطيبة للأبناء والبنات يا شيخ، ما أثر ذلك على الطفل والطفلة، وهل اسم تالين حرام؟ نعم، الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتأديب أولادنا واختيار الأسماء الحسنى لهم، ف
فينبغي لنا أن نعنى بهذا. مع الأسف الشديد أن الآن نرى مجموعة من الأسماء التي ما لا تجد لها لا في اللغة ولا في كذلك المعاني العامة التي لها أثر في سبيل استذكار الولد الذي يسمى أو البنت التي تسمى. فبناء على هذا فينبغي لنا أن نختار لأولادنا الأسماء الحسنة التي يرتاح لها الطفل حينما يكبر، سواء كان رجلا ذكرا أو أنثى. شيخ عبد الله، دائما في هذا البرنامج منبر الفتاوى نذكر الإخوة والأخوات بجهود رجال أمننا في الحدود في الحد الجنوبي الذين يحافظون على أمن هذه البلاد. لعل لكم كلمة نختم فيها هذا اللقاء. والله أنا أقول الحقيقة، أولا لا شك أن بواسلنا وجنودنا وأبطالنا الذين هم في الحدود، سواء كانت الحدود الجنوبية وهذا نخصه لأن الفتن فيه كثيرة، أو كان في أي حد من الحدود، أو كان في وسط البلاد ممن يحافظون على أمن البلاد وعلى القبض على أهل الجرائم ونحوها، لا شك أن هؤلاء كلهم في الواقع إن شاء الله تعالى مثابون. الحمد لله. وهم حينما يقومون بهذا الشيء، فعلى كل حال إن شاء الله تعالى نأمل أن الله يجزل مثوبتهم. آمين. وأن يرحم شهداءهم. آمين. وأن يشفي مرضاهم. آمين. وإن شاء الله تعالى ولهم من الأجر الشيء الكثير، لأن هذا يعتبر مرابطة في سبيل الله، والمرابطة في سبيل الله لا يعني أن تكون في حد من الحدود، بل على كل حال على ثغر من الثغور. وثغر من الثغور يعني جانب مسؤولية محددة يعنى بها العناية التامة. وهذا على كل حال لا شك أن فيه فضل عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما معنى عيناني لا تمسهما النار. نعم، جزاك الله خير. فهذه في الواقع ما في شك أن هذا ولله الحمد فضل عظيم، وإذا احتسبوا فلهم الأجر، ولا يقال والله أنهم مأجورون من قبل الدولة أو من قبل ما يأخذون. الذين يأخذونه عونا لهم على أداء مهمتهم، ولكن إذا احتسب وكان أمره يعني تعاملا مع ربه، لا شك أن هذا له فضل عظيم، وإن شاء الله له أجر عظيم. وإن على كل حال يعني إن حصل عليه ما يقضي على حياته، فإن شاء الله تعالى إنه إن شاء الله نأمل أن يكون من الشهداء، وإن أصيب فنأمل إن الله يمن عليه بالشفاء العاجل. أشكركم شكرا جزيلا معالي الشيخ عبد الله، استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، رفع ذكركم في الدارين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه البرامج النافعة. أشكر جميع الإخوة والزملاء من المعدين والفنيين والمصورين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة. دائما أذكركم وأقول استمروا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.